الإدارة العامة لجمارك أبو ظبي تتمثل تحت إدارة مظلة تخطيط استراتيجي في الآونة الأخيرة، تشكلت ضمن استمرارية الأعمال في المنافذ البحرية في قطاع العمليات الجمركية. تمت العمليات في المنافذ البحرية الحمد لله خلال الربع الأول من سنة 2020 لاحظنا نمو وزيادة في الحاويات النمطية دخولا إلى دولة الإمارات من خلال منفذ ميناء خليفة، وكان هناك زيادة بما يقارب تقريبا 7% عن السنة الماضية، بما يجعلنا أكيدين بأن ضمن الخدمات المقدمة سواء من الإدارة العامة لجمارك أبو ظبي أو من خلال شركاء الاستراتيجيين تتمثل في جميع القطاعات الحيوية، بما شكل لدينا خلال الربع الأول بدخول ما يقارب 78 ألف حاوية نمطية شكلت في أغلبها في الآونة الأخيرة مخزون الغذاء الاستراتيجي والدوائي على مستوى إمارة أبو ظبي. ومن خلال ضمان استمرارية الأعمال في المنافذ البحرية اتخذت الإدارة العامة للجمارك الإجراءات الاحترازية والوقائية متمثلة في عمل الموظفين القائم سواء بخدمة العملاء أو في المباني الإدارية بالعمل عن بعد، حيث تمتلك الإدارة العامة للجمارك بنية تحتية قوية قادرة أن تلبي احتياجات ومتطلبات الوقت الراهن. ما زال لدينا موظفينا وعاملينا في قطاع العمليات التشغيلية والتفتيشية والأمنية في المنافذ البحرية ضمن العمل المناط بهم، تم تقليص أعدادهم، ولكن تم التأكيد على ضمان استمرارية الأعمال لجميع الشحنات الداخلة إلى الدولة بانسيابية، وذلك لتسهيل عملية التجارة العابرة للحدود. بالنسبة لإجراء العمل، عدد المعاملات يوميا تقريبا من 700 إلى 900 معاملة، وطرق التفتيش اللي هي يكون طرق تفتيش المسبق وإجراءات التخليص المسبقة يتم بالطريقة، وأغلب الحاويات تكون مواد غذائية وأدوية في الوقت الحالي على حسب الوضع اللي موجود حاليا، والأشياء اللي نقوم فيها احترازيا كلبس الكمامات والقفاز واللبس الخاص في اللبس الوقائي عن المرض الوبائي هذا.